بسم الله الرحمن الرحيم. مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي لنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية، المحاضرة الخامسة. الفصل الخامس، النظرية العامة للعرض. المفروض الطالب يتعرف على تعريف العرض والمقصود به. ما هي العوامل الأساسية المحددة للعرض؟ أولا، ثمن السلعة وإيه العلاقة ما بينها وما بين الكلمة المعروضة. 2، أسماء السلع الأخرى. 3، أسماء خدمات عوامل الإنتاج. 4، المستوى الفني للإنتاج. 5، هدف الوحدة الإنتاجية. وبكده تنتهي العوامل الأساسية المحددة للعرض. هنا هنتعرف على شكل منحنى العرض، العلاقة ما بين الكمية المعروضة والثمن، علاقة طردية. بيوضح الرسم منحنى العرض ويوضح العلاقة الطردية ما بين الثمن والكمية المعروضة. شرح منحنى العرض، لازم نفرق ما بين التغير في الكمية المعروضة وهو التغير على المنحنى، بيوضحه الشكل التالي. هنا تغير على نفس المنحنى اللي بنسميه تمدد وانكماش منحنى العرض. التغير في الكمية المعروضة ثم التعرف على التغير في العرض، ده شكل منحنى العرض لما ينتقل من عين لعين واحد، ناحية اليمين معناه زيادة أو ينتقل ناحية اليسار معناه انخفاض. شرح تغير في العرض، تابع شرح تغير في العرض. شكرا.